الكوبري. علامة مضيئة، هكذا وصفت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي مستشفى 57-357 لعلاج السرطان خلال الندوة التي تحرص على إقامتها بشكل شهري منذ عامين مع المرضى والعاملين بالمستشفى، محذرة من محاولة النيل من هذا الكيان الذي يساهم في علاج الآلاف من المرضى، حيث تعالج المستشفى أكثر من 11,000 مريض سنوياً يترددون على العيادات الخارجية أو مقيمين بالمستشفى يحصلون على خدمة محترمة لا تقل على أي مكان بالعالم المتقدم، قائلة: لا توجد مؤسسة فوق النقد، لكن يجب أن يكون ذلك بغرض تصحيح المسار وليس الهدم، خاصة وأن التبرعات انخفضت بنسبة 60% في الوقت الذي يتكلف علاج المريض أكثر من 79,000 جنيه. أنا النهاردة جاية الحقيقة أقول أنا بدي محاضرة في 57 كل شهر بقالي سنتين، وده فخر ليا الحقيقة، بديها للمرضى للموظفين وبنقعد هنا في قلب القاعة، سعيدة بانتمائي لهذا المكان اللي هو بيقول نقدر نعمل حاجة، رفض أي إساءة، مرحبة للغاية بالنقد اللي يصلح أخطاء أي فعل بشري مقرون بالخطأ زي ما قلت، لكن إن إحنا نهد 57 ونحملها مسؤولية صحة السرطان في مصر فدي مشكلة تانية.